كان في قاعدة اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا وعلى المباشر عاجل من هنا من العاصمة الإسماعيلية. دائما واللي تهز المغرب كامل على واقعة اللي كانت صادمة وصادمة جدا، واللي شافوها المغاربة واستنكروا لهذا الفعل الجرمي اللي شفناه. الشخص اللي تعدى او المجرم او الوحش الآدمي، وتعدد الاسميات التسامي اللي ممكن نعطيه لهذا الشخص. هذا تم إلقاء القبض عليه قبل قليل من بعد ما تعرفوا عليه صديقه اللي كان ابن الدرب ديالهم اللي كبر معاه، وكذلك من بعد تدخل ديال عدد ديال ابناء الدرب باش وقفوه وبلوكاوه على ما التحقوا وعلموا عناصر الامن الوطني اللي التحقوا على الحين وعلى الفور. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، المجرم اللي تعدى على الوالده ديالو واللي ضربها، واللي تبعته على قناتكم قناه شوف تيفي الحاله والوضعيه ديالها المزريه، وكيفاش خلاها واغتصبها ومارس عليها في غابه وخلاها مليوحه، ما حنش في الوالده ديالو. الان غادي نسمعوا على لسان هاد الشباب واللي غنقول لهم برافو وتبارك الله عليهم على الشجاعه ديالهم وعلى هاد العمل اللي قاموا به، اللي خاص كل واحد انه يوقف مثل هاد السلوكات المشينه واللي لا تمت بصله للاعراف ديالنا ولا للدين ديالنا ولا يعني حتى حاجه ما كتقربش للاصل المغربي ولا الاسلامي ولا كما بغينا نكونوا يعني العرق ديالنا. حتى واحد ما غادي يقبل مثل هذا الفعل هذا. خليكم معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي على المباشر، غنعرفوا الشخص الاول، شخص اللي شافوا اللي عرفوا اللي هو عمار، واللي كنوجهوا ليه تحيه وكنوجهوا من خلاله تحيه لكل ابناء برج مولاي عمار وابناء مدينه مكناس على الشجاعه والجراه ديالهم والوقوف مثل هذه الحالات اللي ما خصنا كلنا نكونوا يد واحده مواطنين ومؤسسات وكل باش نوقفوا مثل هذه الظواهر اللي غير مقبوله. نعم عمر، كيف السلام خويا فين شفتيه؟ عاود لينا. السلام عليكم، انا واحد شويه كنت غادي نهبط مع ديك شويه 7:30 وكاك 8 يلا تفارقنا انا وياسين الصديق ديالي وواحد الصديق اخر مروان، يلا تفارقنا انا وياهم، هما طلعوا ياكلوا شي حاجه وانا مشيت للدار انا ناكل شي لعبه، وانا شويه مشيت نجيب التليفون ديالي من الدار ديال الاخت ديال البنت ديال الام بنتها، مشيت لتما باش باش نجيب التليفون، وانا نلقاه في الطريق لقاه حدا الدار ديال البنت ديال خشو، حدا دار خشو تيتربص عليه، كان لابس واحد الجاكيطه كحله، معاه هو صميم مرفوجو ما تيبانش في الليل فهمتيني، ولابس واحد الجاكيطه كحله ودير القب وغادي يتختل وهز معاه واحد الصاك، وهذاك الصاك هازو غادي هكا غادي عادي. وشويه من تلاقيت ويا انايا درت راسي بحال اللي ما شفتوش، هو شافني درت راسي بحال اللي ما شفتوش، كنت باغي نضربو بالنص، كنت باغي زعما نجي نضربو باش نعيط للدراري. وشويه شنو قلت بدا تعيط لي هو، وشويه ملي كنت باغي نمشي لعندو شفت هو تيدير يدو هكا في الصاك، باغي يجبد واحد الجنويه وانا نرجع للور، مشيت تنجري لعند الاخت ديالو تنعلمها وهزيت واحد العصا وتميت راجع، وصونيت على ياسين الصديق ديالي، والصديق ديالي تم داغي في البلاصه حتى هو نشكروه تم داغي لقيتو حدايا. نعم تعرضنا له، انا بقيت نلهي شي شويه في المانكو حتى لقيت حدايا ياسين ما تيقول لي سير بحالاتك، انا تنقول له حط ديك حط الجنويه وجن دابزه زعما كروجيات ولا كشي راجل. وشويه تنعيط تنتلاها معاه بلاتي الصديق ديالي، تنحاول تنحاول نجرب به الوقت بلاتي الصديق ديالي باش ندورو به. وشويه توصل الصديق ديالي، يلا وصلنا وكا بغينا نضربو وما يدخلوا البوليس الامن. نعم تحيه لرجال الامن على يعني الحضور ديالهم اللي كان في الوقت المناسب، فعمل كبير. ومن هنا كنوجه تحيه لكل يعني الشباب، وكنوجه كذلك العناصر الامنيه لا لرجال الدرك ولا الامن الوطني اللي خدموا على هذا الملف في اقرب وقت وفي وقت وجيز. نعم خويا بسم الله الرحمن الرحيم، خويا انا بعدا فرحان بزاف اليوم، لحقاش نحس براسي بحال اللي درت شي حاجه زوينه. نعم ودرت شي حاجه زوينه درتها لحقاش الناس كاملين اللي هضروا معنا وعيطوا لنا تيقول لك تيبكي، والناس من اوروبا تيبكي وتيقول لك واش قبضتوا ذاك المجرم، تيقول لك واش قبضتوا، تنقول لهم مازال واش تقبض ذاك المجرم، مين قبضناه؟ الصديق ديالي اللي هو عمر، تفرقنا انا وياه، كنا مخليين التليفون ديال عمر لحقاش شوف تيفي عطينا
عطينا النمره ديال عمر الرقم ديالو تيدي التليفون هو البنت ديال السيده تيدي واش سبحان الله العظيم طلعنا حنايا ناكلوا الفوق هو مشى لدارهم هبط يجيب التليفون وخرج فيه خرج فيه صون عليا تما عيط لي انا العساس ديال السويقه باش يسولني على واحد الفيديو كنا حاطين هادشي قال لي شنو داروا قلت له اجي عندي دابا راه صاحبنا هنايا جا جاب معاه السلاح ديالو اللي هو هذا جابو هزينا مانغو هزينا مانغو 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 جينا لا هنا عمر مزيان جينا بحال وقفنا وقف عليه يوسف كان غي شي راسو كان يطرطقوا له وانا كذلك من اللور درنا له داكشي حط الجنويه دلاه قالنا غير صور صاوم ما تضربونيش دراه تما جاو رجال الامن تنشكروا سميتو ذاك الدرك الملكي ديال الويسلان تما خدموا شغلهم خدموا شغلهم وقفوا معنا وهذه الدائره الرابعه ديال برج مولاي عمر وكنوصلك واحد الميساج اخويا هادشي اللي درنا حنا اي واحد ولد برج مولاي عمر وكان غيدير نفس هادشي هذا غيدير هادشي هذا وكان وكنعطي واحد الشكر اخويا كثير لهذا السيد هذا اللي هو يونس اللي مناضل مناضل هو العساس ديال السويقه ديال برج مولاي عمر مناضل ديال بصح بالنسبه لي انا وعنده الله يرحم الام ديالو اللي توفات وهو عنده 7 سنين وتيقول لك وكانت انا الام ديالي كنرا كنبوس لها يديه صباح وعشيه غير نشوفها بقوه ما بكى وبقوه ما دار وهو خويا يونس يونس على المباشر خويا تحياتنا لكم من خلال كنوجهوا تحيه لكل الحراس الليليين واللي كيباتوا في هذا البرد وفي قساوه الطبيعه وما خدامين وكيأديوا الواجب ديالهم تحياتنا لك وتبارك الله عليكم كيفاش وقع يونس قرب المشاهدين السلام عليكم بعد ما التحقتي بالاخوان السلام عليكم اول حاجه بغيت نقول بعدا بان المجتمع المغربي كدوله اسلاميه هذا الشيء هذا فظيع بزاف ما يتقبلوش العقل فهمتيني هذا الشيء ديال زينه المحارم وهذا الاعتداء اللي تعدى على هذه الام هذه لك شو الحاله ديالها مسكينه كي كاينه كلها زرقه من رجليها حتى للفوق يعني هذا الشيء ما تيتقبلوش العقل ولا القلب حنا كنبقات فينا ديك حنا حسبناها بحال الام ديالنا يحمد الله ويشكروا علاش على ان المخزن على الشرطه جات في واحد الوقت المناسب كون عطاونا 3 دقائق كان يمشي للطبيب عادي يمشي يتعتقل ديك الساعه انا اللي وقع ليا كنا حطينا واحد الفيديو وبغيت نتصل مع الصديق ديالي بغيت نقول له راني غنحيدو لقاش كان واحد الجزء ما كانش خصو يتحط في داك الفيديو فاش اتصلت بالصديق ديالي قال لي راه السيد راه مازال هنايا وراه تيتربص علينا بجنوي يعني بغى ينتقم منه على اساس انه صوره وهضر في مواقع التواصل على هذا الشيء هذا قلت له انا جاي دابا مشيت عند الصديق ديالي بحكم راه هو ساكن نسي حدا السويقه حدايا مشيت لعندو مشينا غادي ندورو كان الاخ عمر ديك الساعه كان هو راه مكاليه تا يهضر معاه كما قال لك تيقول له سير بحالك هذه هذه المهم تمينا غاديين وحنا كنا غاديين شويه مزروبين ومع هذا عندي كانت ديك الساعه المخزن جاي من مورانا على اساس هضر معنا قال لناش داك الشيء جاب له الله باننا غادي ندابزو اولا غادي شي حاجه قلنا له داك الشيء داك السيد اللي عنده المشكل مع الام ديالو هو لهذا الجهه قالك طلع قلت له لا ما نطلعش انا غادي نمشيو لعندو تمينا غادي قدامهم هما كانوا جايين مورانا بواحد المسافه فاش وصلنا بحال هكا كان مازال الجنويه كنتقد الدري هذا لقيتو ديك الساعه زمانكو مازال تيتحاور معاه هي هذيك وصلت هز باش غادي نعطيه ما نكذبش عليك نضربو فهمتيني ديك الساعه كان الشرطه نزلات قال لك وقف 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 جبدوا السلاح ديالهم هادي تم الاعتقال ديالو حط هو الجنويه ديالو وداها والله يلقيها له في هذا النهار هذا ولاي واحد تتسول له النفس ديالو انه يغير الام ديالو لقاش الحاجه فاش كنفتقدوها عاد كنحسوا بالقيمه ديالها قال لك خويا يونس وانت يعني ولي مفتقد نعمك الام وكنشوف الدموع في عينيك في هذه اللحظه اللي جبدتي الام لا حقاش يعني وسمعتي بهذا الفعل هذا وسمعتي ديك المهمه تاثرت بزاف ما نكذبش عليك انا راه تاثرت بزاف راه نقدر نكون تنكذب عليك ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم القلب يعني هذه ماشي حاجه سهله هذه راه صعيبه بزاف اصاحبي شي هي الام الام راه مقدسه الام راه الله سبحانه وتعالى قال لك ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفي الدعاء تيقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والحاجه اللي فاش كنفتقدوها عاد كنحسوا بالقيمه ديالو انا نعطيك واحد النصيحه شي اي انسان عنده الام ديالو وكتبان له عاديه وكيتجادل معاها غير بصوت مرتفع راه يجي واحد النهار غيشتاق غيشتاق غير يهضر معاه او اشتاق غير يشوف فيه هذه هي النصيحه يتهلا بنا نف والديه ويدير ما من جهده الرضا ديالهم لحقاش تيجي واحد النهار ديال الفراق اللهم نكونوا مفارقين معاهم ومرضيين معاهم وهذا هو اللي كاين اخويا نعم خويا تعليقكم على يعني هذا الفعل هذا اللي هز مدينه مكناس التعليق ديالي زين المحارم زين المحارم انت راك عارف شنو هي معنى زين المحارم انا كنتمنى له اقصى العقوبات هذاك السيد انا ما نكذبش عليك العقوبة اللي ممكن انها يعني تبرد مؤبد
العقوبه اش نقول لك يعني ديك الساعه القضاء غيشوف الجنح اللي هو داير فهمتيني، يعني هنا غنمشي حنا عندنا القانون والدستور كنمشيو بالجناح وبالفصول وبهذه. المهم حنا كنتمناو له اقصى العقوبه، هذا الشيء اللي كنتمنى له باش يبقى هو عبره لواحد اخر، باش بنادم اخر ما يجرحش. وايلي يا صاحبي ما كاين زعما ما درتيها مع صديقه مثلا، ما درتيها مع الام ديالك، راه حشومه صاحبي. راه الحقيقه انه كان يمشي مهرس عادي يمشي يتعتق. نعم، وهذه يعني تصريح عفوي من القلب، لانه شي حاجه اللي ايوا راه هادشي اللي كاين، هادشي الله اللي تعلم به، نقدر نقول لك ولكن الله اللي تعلم به. نعم مرحبا، وبالمناسبه هنا كنوجهوا يعني التحيه لكل الشباب وكل المواطنين اللي كيساهموا في حمايه هاد، يعني راه حنا كلنا شركاء في حمايه التراب هذا الوطن وامن هذا الوطن، ومثل هاد الظواهر خاصنا كاملين نوقفوا لها ونبلوكيوها وما نخليوهاش تستمر، لانه هادشي كيضر بالمجتمع ديالنا. نعم اخي، عندي ميساج صغير اخويا لاي مشاهد من بلي ويسمع مني هاد الهضره اللي نقول، يبعد من الدواء اللي هو القرقوبي ويبعد من الحشيش. شو بنادم فين ادى دابا هذا كنت تشوفوه، كنت شفتو مباشره كي داير، راه يهزو بنادم ويلعب به. كتشوف بنادم جود تاكدو قداشو وعنصري ديال بصح مع البراني ماشي مع والديه، وكيجي والديه كيصرفقوه من هنا ومن هنا كيحنيو كيبص لهم راسهم وكيحشم، وتتشوف هذا كي تيقولوا قدو قد الكمشه شنو دار. يعني هذا ميساج، بنادم يبعد من القرقوبي ويبعد من شي حاجه سميتها الحشيش. يبعد من البليه لانها كتؤدي الاخر. والانسان انا نقول له هذا السيد هذا راه كان جاي ينتقم مني ومن عمر، حقاش كاينين دابا شي وحدين وراو الفيديو جاي وتيقول له اجي نقول لك عمر اجي غير نهضر معاك باش يجبد ويضربه. وانا ما لقانيش فهمتي تما فين هبطت انا، هو الغرض ديالو يجي يكمل دينه. شنو هو؟ يضربني انا وعمر اللي درناش ساعة ربي غلبنا، عيطنا حنا ليونس اللي هو حارس ديال سويخ هذا البرج مولاي عمر، الحمد لله ربي ما خيبناش. وكلمه لخويا يونس عليها القضيه نسيت ما قلتهاش، بانه كما قال لك الاخ راه كان تيتربص، يعني كان ناوي على جريمه اخرى، يعني راه هو كان تيتربص بهاد الناس هادو وبجنويه عنده، وكذلك كان تيتربص بالاخت ديالو اللي هي اللي خلات بانه يعيطات للدري باش يعيط للصحافه، وهذه هي اللي بغات تنشر هذا الموضوع. يعني جريمه واحده اخرى هذه في عقد الناس هادو فهمتي. واللي بغيت نقول انا واحد النصيحه، لاقاش حنا الشباب شي كينصح شي، هي قال لك الله لا بغيتي يرضى عليك يكون متيني، خصك تكون راضي والديك، لان الله سبحانه وتعالى قال لك رضاء الله مقرون مع رضاء الوالدين، يعني مقرون يعني نساوي فهمتي. يعني الا رضاو عليك الوالدين كون على اكيد راه رضى عليك الله، ولا كنتي مسخوط الوالدين كون على اكيد بان الله سبحانه وتعالى راه سخط عليك، ولا ما بانت لكش ب 10 سنين السخطه 15 عام تقدر تبان لك في التواليد العمر ديالك. وهذا الشيء اللي كنقول للشباب حال شوكي غادي يعني كيفاش حاليا دابا بعدا كاين حاليا من معتقل شوكي داير مخلوعه فرحان هو فرحان وانا ما غنتقبلش تيهددني تيقول انا نبطك معايا للحبس انا تيهددني انا تيهددني انا حاجه وحده اللي بحال تيقول لي سير بحالك راه غنبطك معايا للحبس انا بان لي بعقله لا بعقله ما نكذبش عليك وما يجيش شي واحد يقول لي مختل ولا شي حاجه ولا هذه لا كيعرف شنو كيدير وعارف بكامل قواه العقليه داك السيد انا كنقول لك وانا كنت عليه ما قاوم ما والو يلا هو ديك كنقول لك بحالك اسمح لي نديروا واحد شويه بحال هكا يعني فاش هذا العشير هو واقف هنايا الاخر تيهضر معاه جاي انا بحال هكا قلت له فهمتيني غنعطيه وما قلت اخو بزويت حبس 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 ما تضربش صافي هو يدير الجنوية هذيك ها انا درت له البوليس شدو درنا به بثلاثة واحد جا الوسط واحد الوقيته كنسى نعم واخو اش كيقول لك كيضحك تيضحك شافني بحال هكا انا شتو منين شتو هذا الساك ودار يد منين شافني وانا عقت به سبحان الله بحال تقول ربي عطيني قال لي بيع هذا هرب فهمتيني منين شتو بحال هكا الساك ودار يدو هكا في الساك وانا حسيت بالله فيه الغدر حيت هو داكشي اللي دار لمو ما تيقش فيه حسيت فيه الغدر وانا مشيت تنجريت بشي واحد المانكو اتصلت بالاصدقاء ديالي كي قلت لكم صافي حتى بديت نلاهي شي شويه بالله وصلوا الاصدقاء ديالي دورنا صافي حتى بغينا نضربو وجاو المخزن تيقول لك حط حط فين ما تضربوش فين ما تضربوش واحد اللوكا كنت هذه نسيت ما قلتها هزيت المانكو قلت له هذا قلت له شي هذا المانكو هذا كيما درتي